اتكلمت مع حضرتك استاذ مجدي من اسبوعين تقريبا على حاله الولاده اللي حصلت جوه العربيه، وسالتك قلت لك انتم مدربين على التعامل مع حاله بهذا الشكل؟ يعني ده طبعا بقى مش اسعافات اوليه، دي ولاده. طبعا احنا بيتم تدريبات سنويه على طول، التدريبات مكثفه، اطباء بصراحه اطباء مهاره ربنا يبارك فيهم، على طول تدريبات مستمره على كل الحالات، يعني مختلف الحالات، سواء حالات مرضيه او اصابات، سواء حالات من بيت، حالات من شارع، حالات تحولات من مستشفى لمستشفى. اهم حاجه الصبر واعطاء كل ذي حق حقه. احنا بنفكر الناس بالصورة، وهما سموا كمان الطفل مجدي على اسم طبعا حضرتك، طبعا ما غيروش ناس الاسم. مساكين جدا لسه وناس مجدي صح؟ مسالمين جدا، لسه مجدي الحمد لله، ناس مساكين، ناس طيبين جدا، كانوا في بمصطلح البلدي كده غرقانين مش عارفين وانت اي حاجه. بالنسبة لهم طوق النجاة الراجل هناك جاي يعني. مش عارف هيعمل ايه، حتى الورق مش عارف ايه الورق اللي هيخلصه. رحت بسرعة جدا، فهمت ان الراجل مش فاهم اصلا الاجراءات، كمان راجل طيب خالص مسكين، يعني راجل بلدي زي حالتنا. جريت بسرعة خلصت له انا الاجراءات، ده بقى الدور وطبعا الانساني، لانه ده مش طبعا دي يعني اهم في من مهام وظيفه حضرتك، طبعا ده مش المفروض طبعا من ضمن المهام، لكن طبعا هنا بقى الجانب الانساني طبعا للوظيفه. طبعا خلصت له اجراءاته. وبعد كده بدأت اشوف تقرير الطبيب، لان الطبيب طبعا كان كاتب بيبي اوفر سايز، الطفل حجمه كبير ولازم قيصرية وكده. خدت الام في سياره الاسعاف وطلبت سيدات، طبعا حالات النساء بالذات بنطلب سيدات يركبوا داخل سياره الاسعاف عشان لازم الحرمانيه، ولا احنا عندنا طبعا دي مبادئ اساسيه احنا بنتعامل بيها، يعني لان احنا كلنا بنتمنى كل الناس يعني يبقى مستورين معانا. طب فطلبت سيدات داخل سياره الاسعاف، للاسف ان هم ما قدروش يتعاملوا، خافوا من الموقف. فانت فخلاص تعمل بيدي لا بيد عمرو، كنت قلت مضطر لك ان انا قيصرية؟ اجهز ادواتي. نعم. قيصرية، يا نهار لا ابيض، مش قيصريه يا فندم، ولاد ولاده عادية. انا عاديه. اتخضيت. لا الولاده ولاد عاديه، بس عادية. انا اقصد ان يعني حتى الناس الاقربين خافوا من الموقف. فتعاملت انا الحمد لله وربنا اكرمني، تعاملت مع الام بمنتهى الاريحيه وهديتها الاول خالص، قلت لها الموضوع سهل جدا ما تقلقيش. وهي كانت امه طبعا معاها كذا ولد قبل كده، فريحتها وهديتها خالص، والحمد لله الموضوع تم بنجاح، والاب كان وجاء مبسوط جدا مجدي إلى الحياة. واقسم لا يسمي الولد مجدي لان هو مجدي واقوى قدامه. طيب كانت اول حالة ولادة طبيعية في في عربية الاسعاف في سنة 2023 2023. 2023 احنا طبعا اتكلمنا عليه.